وعلى من أرسل إكمال للمنة وعلى آله وأصحابه الذين حبهم واتباعهم لنا جنة. أود أن أقدم لكم كلمة موجزة حول من تمثل بتقديم النصائح لأهل السنة والجماعة المواطنين في بلد ممبروء الذي أقيم فيه مسجد السنة باسم مسجد التوحيد. الحقيقة هو أني لم أكن أعرف هذا الرجل، ثم عرفته بواسطة مقطعه الذي كان يتكلم عن فتح مسجد التوحيد إعلانا بأنه ينصح أعضاء لجنة المسجد حول التوحيد، ومع ذلك كان في كلامه نوع من التدلل والرياء وحب الظهور والتلميح المغرض. فأنتهز هذه الفرصة السانحة لأنبه هذا الغافل المغرور الذي غرته الأماني وغره بالله الغرور بأن نصائح موضوع التوحيد قدمت للناس تقديما صحيحا شاملا من قبيل مدققي هذا الموضوع يوم فتح مسجد التوحيد. فليتنبه الغافلون، وخاصة هذا الغافل الغفيلي الذي كان بيدنه الغفلة عن مثل هذه المسائل الشائعة.